داركم وكل كلمة في بالكم وحنا دايم حولكم فضائي جا داعم لكم فضائي 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 أهلا فضائي، هل عندي فكرة؟ اصنع مسجد اللي يصلي فيها الأعوان وسنفر. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حور من جدة. اقترح يا سنفر أن تقوم هناك بمدرسة لكي يبتعد كل السنافر عن أهل الشر ويبقون مع أهل الخير. ها، هل وصلت الفكرة يا سنفر؟ وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل حي شري من مكة المكرمة. عندي فكرة يا فضائي، لماذا لا تصنع ناديا لممارسة الرياضة؟ وعندي معلومة أيضا، ترى شيبوب علم بنشر أنه راح يطيح رياض كثير بس يصوت جحده. راح وصلت الفكرة، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنفر، عندي فكرة، ما رأيك أن تجعل فضائي هو القائد؟ لأن فضائي يمتلك الثقة الكافية بأن يقضي على الفطر الأسفل. هل وصلت الفكرة؟ وإلى اللقاء، كان معاكم رياض من محافظة الزلفي. السلام عليكم ورحمة الله، فضائي أنا أحبك. فضائي أبي علاوة. ورحمة الله وبركاته، ما رأيك يا فضائي؟ أن تساعد سنفر وأصدقائه أن يخترعون روبوتات كثيرة حتى يساعدون أهل القرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيد وحمزة من الحوجة. اليوم عندي فكرة، وحكم تبنون دار أيتام في كوكب سنفر. هل وصلت فكرتنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي فكرة من فهد الفيصل. ينصحك يا سنفر أن تخدع جحدر لسبب الخير، ثم يذهب لما الخير. ثم هل وصلت الفكرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا فضائي، أنا نورة من كوكب الأرض. أقترح عليك أن تتبرع بالماء عنك وعن أصدقائك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقي الماء. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هيلة من الرياض. يا سنفر، يجب أن تقوم بسوق للملابس، فيه ملابس زاهية وجميلة. السلام عليكم، معكم سديد وسيد من مجالدة. عندي فكرة يا سنفر، أن تفتح مكتبة فيها جميع الكتب ليقرأ فيها السنافر. هل وصلت الفكرة؟ أحبك يا فضائي. توصل لنا أفكاركم وكل كلمة في بالكم وحنا دايم حولكم فضائي جا داعم لكم فضائي 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 فضائي. يا سلام يا سلام لم عدكي ولتعلم. ومعانا فرقة الأكروبات. ايش في استعراض هنا ولا ايش؟ لا بس يعني نشوف المشاريع، عشان حكيم سنفر يشوف المشاريع كذا لانها كثيره. ما شاء الله يا سنفر، مبسوط على الاجواء يعني؟ ايه خلاص اجلس يا فضائي. يا بطل. ايوه فضائي، ابى اسحب ناس متفاعلين من الهاشتاج. خلاص اول شيء خلينا نشكر كل من ارسل والاشياء الحلوه الجميله اللي شفناها من كل الابطال اللي في كوكب الارض. واخبركم اللي بيرسل اليوم يعني من بعد حلقة 23 يتم العرض. شفت كيف؟ من كثرة الرسائل موجودة. تدري أعجبتني يا فضائي كنجمة، إيش تقول؟ تقول ما تلقون مثلي، وراي جمعة ببيت الجدة وجهز الفطور وتابعكم وتفاعل حبتين بالوسم. ها دخلت معانا السحب، دخلت معانا السحب يا نجمة، والله تستاهل. هذه حبتين
تقول حبتين؟ فضايف فضايف. نعم يا أخوي. هل في واسطة إني أكلم أصحابي وكذا أرسل مقطع فيديو؟ والله شوف في زحمة جدا من المقاطع عندنا، وحنا نحاول يعني نطلع أكبر عدد ممكن من المقاطع. وأنا بسأل الآن بنصر يقول في فيديو أعجب، وش أعجبك يا بنصر؟ أعجبني فيديو شو اسمه سيف من الرياض اللي يقول نسوي روبوتات كثيرة في كوكب سنفر، هذه مرة عجبني. إيه. حلو حلو. الله عليك الله عليك. يا أخي أنت ما شاء الله عليك، أنت إنسان ذكي، أنت أذكى واحد في السنافير. بس شوف بس أنا أذكى منك. صح. بس لا أنا اللي أذكى منكم. لا أنا أبغى أشوف. ورونا ورونا. أنا أذكى منك. أنا ذكي. أنا ذكي. هدوا خلينا افكاركم وكل كلمه في بالكم، واحنا دايم حولكم. فضائي جدعم لكم. فضائي 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 فضائي. السلام عليكم يا شباب، عندي فكره، ما رايك تملي مدرسة لتعليم الأطفال في كوكب سنفر؟ هل وصلتني الفكرة؟ كان معاكم أنا شهر سلطان من مدينة أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي ديم عادل الرشيد من الرياض. عندي فكرة يا بوري، أنك تفتح متجر حلويات وتصنع الحلويات وتبيعها. هل وصلت الفكرة يا بوري؟ مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عمر خواجي. ما رأيك يا سنفر أن تصنع ملعبا يلعب به الأطفال، يلعب به سنفر وعوانا؟ هل وصلت الفكرة يا سنفر؟ إلى اللقاء. فضائي عندي فكرة، ما رأيك يا فضائي أن تبني محل خضروات نفيدة تبني فيه فضائي ويقوي الجسم وينشط العقل، ولا تفتح فضاء غير صحي. فضائي فضائي عندي فكرة، هل وصلت الفكرة؟ مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيك يا أنا عبد الله مشعل من حال، ما رأيك يا فضائي أن تفعل نادي السباحة تهموم نظافته؟ وصلت الفكرة؟ مع السلامة. معكم ورحمة الله وبركاته، عبد العزيز مشعل. أنا عبد العزيز مشعل من حاجة. هاتي فكرة يا فضائي، إنك تفتح مطعم تحافظ على نظافته. بس هذه الفكرة يا فضائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملك المفواجئة. عندي فكرة يا سنفر، تفتح مكتبة جماعية للأطفال ليتعلموا. هل وصلت الفكرة يا سنفر؟ وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مروان محمد عباس. عندي فكرة لك يا فضائي، أن يكون من الكرامة لتعليم الأطفال حتى يتعلموا مثلي. هل وصلت الفكرة يا فضائي؟ مع السلامة. مرحبا يا سنفر، أنا وسن الحارثي من الطائف. عندي فكرة، ما رأيك أن تبني مشفى وتداوي المرضى بأدويتك التي تصنعها؟ وإلى اللقاء. توصل لنا أفكاركم وكل كلمة في بالكم، وإحنا دايم حولكم. فضائي جدعم لكم. فضائي 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 فضائي. يا سلام يا سلام، والله المشاركات كل يوم أجمل وأحلى وأفضل. وش تقول يا شيبوب؟ أنا أقول يا شيبوب. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قاعد يقطعنا. ده إيش قاعدين تسوي؟ ليش ما نديتوني؟ ليش ما ردي؟ وينك؟
ليش ما ناديتوني يا أخي؟ أنا فضلت ناديني ما لحقت ناديك. درس أدور لكم أدور لكم، وين رحتوا يا أخي؟ أنت وين كنت؟ أنت وين كنت؟ أنا كنت أدور لكم ورحت دورت لكم في البيت موجودين. يا المركب موجودين. حتى في المركب لقيت هذا يا. إيش دابا هنا؟ اطلع برا. برا. اطلع برا. انظر برا. لا لا لا. اطلع برا. اطلع برا. الولد يا أخي أنا كم برا علمتكم هذا هذا الولد لازم تفهموه وتعلموه. أنا أرسلته. صراحة أنت ما تعرف تربي أولادك. أنا أرسلته يجيب لي أشياء. أرسلته في مهمة. شكله خلى المهمة. زين حنا عندنا سحب. عندنا سحب سحب. اسمع. خلونا نسمع شيبوب إيش تقول. ريم يوسف تقول الله يا نجمة كلنا مثلك نطبخ ونتابع ونشارك بالهاشتاج. يعني كلنا بطبخون. دخلت. أيوة تبغى تدخل السحب زينه. وحتى فاطمة عوض الأحمري. تقول هي وضعها بين السمبوسة والمجد وما تدري وش تسوي بس تقول فضائي اقنع اخوي فايز اصوره لكم في عندي فكرة يلا فايز خلينا نشوف صورتك يا فايز ايوه يا اخي نبغى نشوف الاطفال وهم يتفرجون في البرنامج فضائي هم سناجر اخر كم عمر يدخل السحب عشان شيئين عشان نحط كاتب اسمي شيبوب شيبوب وعشان نحط شعار الهلال طيب من هذا الهلال كي اس اي صن هذه فاطمة تقول يعني صورة نصورها تدخل السحب المجد تدخل السحب عندي فكرة ماسة تدخل السحب خلاص رجعتنا بالأرجل ماسة اسمع 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 ما نسمع ما نبي تقول دخلوني السحب عشان ريمو اللي تبعكم عطوا ريمو تحية تستاهل يلا يلا وآخر واحدة معانا نقاء تستاهل تدخل السحب خبرتكم يا سلام يلا يا سلام شكرا يا شفيدة ما يخلينا في المشاريع طيب. قاعد سال بس على التويتر شكرا لكم جميعا الان باقي معانا مشاريع باقي معانا مشاريع لحظه ايش الرجال جاب مشروع عجبه يقول والله يا اخي انا ما اتكلم يا اخي مع الاطفال شويه يلا قول بسرعه هذا ولد مشاريع عليك عليها مضروبه هذه رويده تقول عندي مشروع سقيا ماء وقالت حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل السقيا افضل الصدقه سقيا الماء وانا اقول بعد لهم ان الاطفال اذا ساعدوا امهاتهم في البيت يدخلون في اجر تفطير صايم الله ما شاء الله والله انك كفو يا بنشر وتغيرت الله انك ذكي صراحه المشروع هذا عجبني مشروع ممتاز 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 حتى اني نفذت المشروع في اسرع وقت شوفوا ورا الله يا سلام علشان نشوف مشروعك الحلو خلونا نروح نشوف المشاريع الجاية يلا نروح الآن مع بعض جبل مويا جبل مويا نروح نشوف يلا توصل لنا أفكاركم وكل كلمة ببالكم وحنا دايم حولكم فضائي جدعم لكم فضائي 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 عندي فكرة يا فضائي لماذا لا تصنع مكتبة تحتوي بالكتب والقصص والتأليف هل وصلت الفكرة؟ عندي فكرة تنفيذها في كوكب صنفر إيش رأيك يا صنفر تفتح محل كراسات للأطفال يلونون ويرسمون يتعلمون الرسم هل وصلت الفكرة معكم جوهرة أخضيري أبريدة عندي فكرة يا فضائي ما رأيك أن ترسموا في مكان تلونوا فيه ومع السلامة ووصلت الفكرة يا فضائي شكرا يا فضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي فكرة لك يا صنفر ما رأيك بأن تصنع اختراعا يصل بين كوكب صنفر وبين كوكب الأرض لأجل اختراعاتك التي تنجح ترسلها من كوكب صنفر إلى كوكب الأرض هل وصلت الفكرة يا صنفر؟ كان معكم رند السيف من القصيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي فكرة ما رأيك يا سنفر أن تبني مسجدا ليصل فيه السنافر هل وصلت فكرة؟ عندي فكرة
ما رأيك يا فضائي لتصنع نادي أقساما، قسما للرسم، قسما للتعلم، قسما للتمارين، ومع السلامة. هل وصلت الفكرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوري عندي فكرة يا بوري، لما لا تصنع مدينة الألعاب ليلعبوا فيها الأطفال؟ يا سنفر عندي فكرة، لماذا لا تصنع مكتبة ليتعلموا القراءة؟ يا فضائي عندي فكرة، لماذا لا تصنع مسجدا يصلون فيه صلاة الخمسة ويقرؤون القرآن الكريم؟ كان معكم لين عبد الهادي، غسل عبد الرحيم، سفن عبد الرحيم. عندي فكرة يتم تنفيذها في كوكب صنفر، إيش رأيكم تفتحون حديقة حيوان ليستمتعون الأطفال ويتعلمون الحيوانات؟ هل وصلت الفكرة؟ ودي سعوي من بريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ون من المنطقة الشرقية. سنفر عندي فكرة، ما رأيك أن تقوم ببناء مطار لكي يستطيع الثلاثة أن يزوروا الكواكب الأخرى ويزوروا كوكبنا كوكب الأرض؟ سنفر هل وصلت الفكرة؟ توصل لنا أفكاركم وكل كلمة ببالكم، وحنا دايم حولكم، فضائي جا داعم لكم. فضائي.